اصل نفسي مايعه وبدور على حاجه حاده. طب اتفضل، ولما تعوز حاجه بقى اطلبها مني. خلاص مش عايز حاجه، انا مروح. هي دي حد ترسانه دي؟ ده ميت سنه كبيسه على دماغك ان شاء الله. ايه ايه المياصه دي يا بنت؟ كامل مش معقول. ده كلام قال لك كامل حبيبي. يا حبيبي الله يخليك، ربنا يخليك. وحشني وحشني. خلاص كفايه، كتر السلام ايه المعرفه. مساء الخير. محفظه، محفظه اتسرقت يا جماعه. المحفظه بتاعتي اتسرقت. فين المحفظه بتاعتي؟ مش في المطبخ. مش في المطبخ طبعا، مش في المطبخ. ايه المحفظه؟ يا جدع بطل الحركات دي، محفظتي انت معاك محافظ. طبعا محفظه كامله. لا لا اسمع بس، انا عارف انت الحركات بتاعتك. مبسوطه قوي انت. ها؟ ليه الحركات البلدي دي؟ ها؟ سرق المفاتيح بتاعتي ليه؟ مضطر اعود بناء على رغبة الجماهير يعني. اصلا قالت لي اقعد. طب مدام عايزين نلعب لعبة كمان يا ليلي. عايزين تلعبوا لعبة حلوة؟ ايوه يا ليلي. نلعبها مع بعض كلنا؟ ايوه يا ليلي. وتسمعوا الكلام؟ ايوه يا ليلي. مفيش مزيكا؟ في يا ليلي. يلا. عايز اكلمك في موضوع مهم. هتقول الزيطه دي ما ينفعش ناجلها لبكره.
هشوفك بكره يعني. لا اصل احنا مسافرين اسكندريه انا وماما. هترجعوا امتى؟ مش عارف، اسال ماما. بتعمل ايه؟ ايه؟ احنا مش قلنا كل واحد يبوس مراته بس؟ مش كده ثورة؟ معلش يا حبيبتي، كل سنة وانت طيبة. تاكسي تاكسي. ما تتفضلوا اوصلكم بعربيتي. لا متشكرين، هناخد تاكسي. يلا. تاكسي عشان ايه وعربيتي موجودة؟ ما تخافوش مش هاخد منكم أجرة. اتفضلي يا طنط. ميرسي يا حبيبي، متشكرين قوي. ما تركبوا يا اولاد، مش هنلاقي تاكسي دلوقتي. يلا. ووفروا بالمره يعني. ايش حاجه. يا ساتر. ايدك يا ابني. اتفضلي يا طنط. ايدك يا حبيبي. ايدك. اتفضلي يا مدام. خليك انت هنا يا مجد. امشي خشبوك. الله. امشي. ايه ده؟ يا اختي العربية شرقانة وعايزة تشفيط، وحياتك هتكمل تشفط لها. اشفط لها؟ انزلوا ناخد تاكسي. انزلوا. مركبنا وخلاص. اعمل اللي هو بيقول لك عليه. انزلي شفطي له. يوه. حاضر. انا اشفط في رسالة. اشفط. شفط كويس والنبي كامل. ايه رأيك في عربيتها يا طنط؟ حلوة يا ابني. ان شاء الله السنة الجاية تركبها معاك بنت الحلال. ان شاء الله ربنا هيستجيب لدعوة طنط. اصل ايد بنت الحلال خلاص. ما تتنيل تدور بدل الراغي. وفي واحدة ترضى بيك؟ حرام عليك يا كامل. والنبي الأستاذ ممدوح طيب وابن حلال. وألف واحدة تتمناه. الله يكبر بخاطرك يا طنط. شفط؟ اه. تعالى بقى. مش فاهمه انت زعلان مني، مع انه بان عليه شاب مرح ولطيف. يعني عاجبك اللي عمله مع اختك ده؟ يحكم يا هم، عملوا حاجه من ورانا. ده حتى صاحبك قصده شريف. شريف؟ مش عرفك انه قصده شريف.